شكلت مسألة اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا في عدة بلدان في إفريقيا الجنوبية الموضوع الرئيسي الذي استأثر باهتمام الصحافة الأمريكية الصادرة اليوم. وهكذا أفادت واشنطن بوست أن متحورا جديدا من فيروس كورونا ربما يكون أكثر عدوى ويتضمن عددا غير مألوف من الطفرات، قد دفع العلماء إلى دق ناقوس الخطر وأجبر الدول بما في ذلك الولايات المتحدة على فرض قيود على السفر في وقت يخشى فيه العالم انتكاسة أخرى في المسار الطويل للخروج من الجائحة. وأضافت اليومية أن مسؤولين كبار في إدارة بايدن أعلنوا أنه اعتبارا من يوم الاثنين سيتم تقييد السفر نحو الولايات المتحدة بالنسبة للقادمين من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى وهي بوتسوانا وإستواني وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي. وارتباطا بنفس الموضوع كتبت وول ستريت جورنال أنه على الرغم من أن العلماء لا يزالون في طور تحديد الآثار الدقيقة للطفرات العديدة للمتحور الجديد، فإن اكتشافه يسلط الضوء على التهديد المستمر الذي يشكله فيروس متطور على خروج العالم من الوباء. وأوضحت الصحيفة أن القيود على السفر التي فرضتها العديد من البلدان أثارت مخاوف من حدوث انتكاسة جديدة في إعادة فتح الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الدول الغربية التي ترتفع فيها معدلات التلقيح. ومن جانبها ذكرت نيويورك تايمز أنه في الماضي استغرقت الحكومات أياما وأسابيع أو أشهر لإقرار قيود سفر لمواجهة المتحورات الجديدة للفيروس. وأضافت اليومية أنه هذه المرة جاءت القيود بعد ساعات من إعلان جنوب إفريقيا اكتشاف المتحور الجديد،